والله انا ما ينفعش اختار وانا قدام يعني اشيك ميك اب ارتست في الدنيا، اقدرش اتكلم روح قلبي طبعا ما اعرفش اختار. هيقولوا علينا رشينك بكام في الفيديو ده؟ او ما عارفين ان انا يعني انا في الفيديو. طب قولي لنا اي حاجه نفسك فيها. طيب بصي، انا عايزه حاجه تبقى هاديه، حد يشوفني يقول الله على نفسك بس. طبعا انا هعتبر الناس ما سمعتش حاجه وهعمل اللي في دماغي. انا طبعا انا بقول لك اهو، انا مش حاطه في دماغي حاجه معينه، انا متكل عليه بس. بيزوروني يا جماعه عشان انا جاي. الليله حلوه، الليله دي حلوه، القعده حلوه، الجو العسل ده، المود القمر ده، هو الروقان ده اللي ناقصنا. يا مش قلت لك انا ما بشوفش ميك اب ارتست زي في كفر الشيخ؟ مش انا قلت لك انت وما فيش الا انت؟ اشكري فيا. انت عارفه انا بحبك قد الدنيا اصلا، تعالى ابصك من بقي.